الخير. رغم مرور عقود على انتهاء الحروب بلبنان، لا تزال أزمة الكهرباء دون حل، فمعظم المنازل مرتبطة بخطين، واحد كتير الانقطاع لا يعتمد عليه موصول بشبكة كهرباء لبنان، والآخر خاص مرتفع السعر تحكمه مافيات مولدات كهربائية، لكنه بغطي ساعات تقصير الدولة بتأمين هالخدمة البديهية. مؤسسة كهرباء لبنان ترزح منذ سنوات طويلة تحت وطأة الديون والعجز المالي، إلى جانب عدم تأمين التيار الكهربائي للمواطنين وأزمة هالشركة التابعة للدولة متعددة الأسباب، أهمها قدم المعامل المنتجة وعدم صيانتها، كلفة الإنتاج المرتفعة الاعتمادة على الديزل والفيول، كما أنه ضعف شبكة النقل وعدم صيانتها وتأمينها تؤدي إلى عجز فني يبلغ 15%، فيما ترتفع نسبة العجز غير الفني من سرقات وتعديات إلى 20%. أما عجز مؤسسة كهرباء لبنان فهو يفوق سنوياً المليارين دولار. المعامل الموجودة تنتج حوالي 1200 ميجاوات باليوم، وتقوم الشركة بشراء حوالي 220 ميجاوات من المعامل الكهرومائية الخاصة، فيما نحن بحاجة إلى 3000 ميجاوات حسب آخر دراسة أجريت، وقد تم تركيب نحو 60,000 عداد جديد دون زيادة إنتاج المؤسسة، وأفضل ما يمكن فعله هو استقرار وجدولة التغذية وساعات التقنين. هالمعلومات يتداول فيها منذ سنين المشكلة التقنية المالية المطاعمة بالصراعات السياسية والفساد صارت معروفة، لذا حلقتنا الليلة لن تتناول هذه الجوانب، إنما موضوع واحد فقط ولا غير، معاناة الناس اليومية من جراء غياب النور بحياتهم. الظلمة هي اللي حلت داخل المنازل، فكيف بيعيشوا اللبنانيين تفاصيل هالمأساة أينما وجدوا بلبنان؟ مثل مناطق لبنانية تانية بتعاني طرابلس من انقطاع مستمر للكهرباء عن معظم أحيائها. مدينة فقر وحرمان متروكة من الدولة ومهمشة بواقع مرير. بؤس بتشوفه بكل حي وزقاق، وظلام بتضيفه الدولة على ظلام الأزقة الضيقة والمحشورة بأطفال ما بيشوفوا من الضوء إلا الشتات. وما في اشتراك وستة بتنقطع ما بتجي للعشرة وهيكش يعني. كهرباء بطرابلس بتروح وبتجي بوتيرة غير محددة، انقطاع بيبدأ من 6 ساعات ما بينتهي أحياناً لحد 14 ساعة، ومعاناة السكان بالحارات القديمة مضاعفة، فالعيش بلا كهرباء أمر مستحيل لعائلات مستورة بتحاول الاستمرار كل يوم بيوم. بتنقطع الساعة 12 بتغب لها 3-4 ساعات بترد بترجع، بتنقطع من 6 لـ 12، بتنقطع من 2 لـ 6، بتنقطع من 6 الصبح لـ 2 الظهر للعشرة. وشو المعاناة اللي بتعانوها كل يوم بقطع الكهرباء هون؟ شو البرادات عم تخرب، الأكل عم ينتزع للكاب، يعني برادات أكساريتها صارت للكاب، الموتير تبعها عم ينتزع، تريزانستير عم ينتزع، الغسالات نفس الشيء، يعني كل شيء آلات كهربائية عم تنتزع. برأيك شو الحل لهي الأزمة الكهرباء عندكم؟ الحل عندي أنا يا حسرتي، نحن هالشعب الفقير مدروس على رقبتنا. ليه؟ الحل منو عنا نحن، الحل عند هالزعماء يلي هي عم تشتري وتبيع فينا. الشعب عم بينباع هو بقاعد، وطرابلس عم تنباع في انشراح؟ كلياتنا عم نقبلك، طرابلس وقفت على طرابلس، وقفت على شعب طرابلس، شعب طرابلس كلياتها عم تدعس بالإجرام. جوانا بالإحياء ودخلنا لبيوت المعتمة، والبداية كانت ببيت السيدة أماني، بيت مؤلف من غرفتين بيقوي طفلتين صغار. يعطيك العافية. الله يعافيك. أحبارك. الحمد لله تمام. شو مقطع الكهرباء عندكم؟ ايه اكيد طبعا. فينا نفوت نشوف؟ تفضل اهلا وسهلا. عتمة ورطوبة وحياة صعبة ما بتساعد على تأمين كلفة اشتراك الكهرباء المفقودة. هيدي أوضة النوم،
مثل ما انك شايف ما في كهرباء، ما في شيء. شايف العتمه كيف؟ يعني ما بعرف لامتى رح تضل هيك امور الكهرباء، يعني انه لامتى؟ يعني حاجتنا بقى بكفي. يعني كل واحد مفكر بحاله، كل واحد عنده اشتراك، يعني اللي مثلنا صعب. مين انتو؟ مين اللي مثلنا؟ يعني اللي مثلنا الفقراء، يعني صعب انه ندبر امورنا. هلا اللي غيرنا بيركبوا اشتراك، بيزبطوا امورهم، بيمشي الحال. بس نحن شو؟ لامتى رح نضل هيك؟ يعني لازم بقى يعني يتحركوا يعملوا شيء. مش معقول يعني لهلا قديش هلا الامور الكهرباء هيك. بدفع 40 على قد هذا، ما بيضوي لي، بيضوي لغيري ب 110,000. الدفع مربح وبيشكوا بلو، بيسبوا العالم، بتسب الدولة. الفقير لم يعيش، نحن ما عم نشتغل، كيف ندفع حق كهرباء؟ ما عم نشتغل. شو بتتمنى يا عم؟ نتمنى انه يصير البلد بالحياة للعالم كله. ما بنتمنى الا التوفيق والهذا، انه النواب لازم يدير بال على هالشعب كله. كفينا جولتنا من ساحة الدفتر إلى حارة العوينات والدبيبسي والمشهد اللافت، شراية الكهرباء وعلب الاشتراك الموزعة بطريقة عشوائية. مشاهد متآلفة مع حيطان الإحياء البائسة تحكي هم يومي بيعيشوا فقرا المدينة القديمة مع كهرباء مقطوعة واشتراك عم يغلى. قلة كهرباء ببلد ما في، قلة شغل، قلة عمل. هالعالم كله قاعد ما عم يشتغلوا. وين الدولة تجي تحكي؟ وين الدولة؟ كل الدرس 5 ساعة بتجي بنار عندكم حجر الكهرباء. ما عم يجيبوا لنا اياها، بيقطعوا الساعة 12. ما بقى يجيبوا ولا أي ساعة. وشو بتستخدمي هالوقت؟ تشعلوا شمع، تجيبوا اشتراك، شو؟ عم نعمل اشتراك. بس كمان مصروف تاني، كهرباء واشتراك. ولا الكهرباء ولا الاشتراك، عم ياخذوا الدولة كهرباء بس ما عم يعطوها. عم ياخذوا حق كهرباء بس ما عم يعطوها الكهرباء مظبوط. كيف بتقضوا وقتكم؟ بتقوم بقطوع الكهرباء؟ نلعب بالشارع هون برا. بتقعدوا هون؟ ايه شوب لهيب. وبالشتوية؟ جوا. شو بدنا نساوي؟ يحكي هالدولة، يحكي هالشعب. بتقوم هالشعب كله على الدولة. كل شهر الاشتراك بيغلي. كل شهر على شهر بيغلي. ساعة $50، ساعة $60، ساعة $70. من هذا تجيب هالشعب؟ من هذا؟ قلة شغل ما في. السوريين أخذت الكل المنطقة. صاروا بيشغلوا السوريين وبيخلوا اللبنانيين. نشكي أكثر شيء من الكهرباء. اللي عنده ولا بدها تدرسهم ما عم فيها تدرسهم لأنه ما في كهرباء إلا على الشمع. من يومين احترق بيت عنا من ورا الشمع. يا هل ترى بيريدها لنفسه جبران باسيل؟ إذا في دوين على الشمعة يقعد هو على الشمعة ويبعث لنا الكهرباء لعنا. جولة التحقيق بالمناطق ما خلصت، وجهتنا كانت عكار المحرومة. ضياع رائعة الجمال، منسية، مهملة، والدولة غايبة حتى عن أبسط الواجبات تجاه مواطنيها، حتى يبدو أنه أهالي عكار فعلاً وكأنهم أولاد دولة أخرى ما بتعترف الدولة اللبنانية فيهم، تركتهم على الهامش بكل الأصعدة. مشمش طيعة بآخر جرود عكار العالية، قصدناها لزيارة وادي بتسكنوا 60 عيلة مش وصلت لهم أي خدمة. لا كهرباء ولا مي ولا مدرسة ولا مستوصف، مسجد وحيد بالحي وبيوت تختفي تحت الظلام بعد غياب الشمس، تتبلش معاناة أخرى ما بتقل عن معاناة الهم اليومي والفقر المعيشي لأهالي معظمهم بيعتمدوا على مواسم الزراعة. انتو هلأ بمنطقة العقبة، عقبة وادي مشمش، الوادي المحروم المنكوبة. نحن هون المنطقة الأخيرة اللي وصلت للكهرباء. هيدا العمود هلأ حيصر معكم إن شاء الله. المنطقة الأخيرة اللي وصلت للكهرباء، نحن أخذنا كهرباء على عاتقنا نحن وعلى حسابنا الخاص، سحبنا شريط من العمود للعمود الحبيب معك لأخذناه على البيت.
مع انه نحن دافعين معنا وصولي بالكهرباء ودافعين ايصالات دافعين كل شيء مخلصين كل الحقوق اللي علينا ندفع اي ضرائب كله بندفعه هيدا نحن انت هلا بمنطقه الحرمان بعكار بجرود عكار بوادي من وديان عكار بوادي السياحه ووادي الجمال ووادي الاخضر كله موجود قدامك نحن منسيين تماما ما بيتذكرونا الا بالانتخابات حتى ما حدا بيزورنا الا على التليفونات او بيبعتوا مجرد مندوب من الضيعه انه نحن بننتخب فلان على وعود مع الاسف الشديد نحكيها على الاعلام كاذبه من سنوات طويله لليوم بعد ما في كهرباء حتى المي ما في مي مع انه نحن عندنا كثافه المي في نهرين حدنا هذول طريق مثل ما انك شايف حضرتك طريق مبعثره كمان غير صالحه للبشر ولا للسيارات احنا محرومين جدا ما حدا بيطلع فينا اخذنا وعود من جميع المسؤولين دون استثناء الحكومه اللي هلا هي الحكومه العتيده الموجوده اللي نحن بنطالبها تعطينا لفتي صغيره بس يعتبرونا مقاطعه من لبنان يعتبرونا نازحين يساعدونا على اساس نحن جيرانه يساعدونا بحكم الضيافه ما لنا عايزين اكثر من هيك منهم هيدا يعني الواقع اللي حضرتك شايفه هيدا الواقع المرير توغلنا بحكايات الناس المعدمة لوجوه أطفال تسرق العتمة منهم اللعب وبتجبرهم على الدخول إلى البيوت الإسمنتية والدرس على ضوء السراج والعيون عجزة تسهر على ضوء الشمع قاعدين على الشمع لك عتمة الدنيا والسنة على الشمع السنة أن أولادنا خطيبة ما بيتعلموا مثل الخلق وهيك الله يساعدنا يا عمي والله الله يساعدنا صرنا مقدمين 100 طلب بطلي ما هلا الله يخليكم باكي إن شاء الله بيطلع بيكم كيف بتعيش يومياتك حجي هون؟ كيف بتطبخي؟ كيف البراد الأكل؟ معنا بالروز معنا كيف تحفظي الأكلات؟ أكلات منطبخهم ومنكبهم ما حدا قالوا نفس عيد يأكلوا إنه بس ما فينا نحميه لا من الدبيل لا من البرغش لا من شيء منه نجيب كل وقت بوقته بين 10 اولاد على الشمعة وهيك انه من يعني ما فينا لا نشتري مطروح ولا فينا انه يعني هل هذا المطبخ حجه لانه شتوي وبالصيف مش شتوي وبالصيف لانه ما عندنا شيء مثلا فينا قوي يعني انه نشتري نعمر هيك طب بالله كيف فيك تطبخي اذا في عتمه بالليل بنطبخهم بالنهار لأنه بالليل ما فيني يعني عند بيشة عايشين أبداً وهذه نملية؟ إيه هاي منحط فيها الأكلة بنحفظن يعني شو حطت فيها أكل اليوم؟ شوف أش فيها أكل مع كارونة بيضة شغلة يعني هذا هو برادي هذا هو برادنا براد حطت فيه شيء ما في شيء يا خي ما في شيء شفتوا كيف يعني ضيعة فقيرة من قلة الكهرباء عرفت كيف؟ ما فينا لا نجيب ولا فينا لا مثلا نجيبه مثلا البرود الغسالي تلفزيون هيك لا نجيبه بينفع الحكي ما بينفع يعطيك العافيه حجه الله يعافيك خبري شو المشكله عندك يا حجه؟ مشكلتنا هيدي حياتنا وهي عيشتنا لا كهرباء ولا شيء ولا برودات ولا غسالات ولا شيء مثل ما انا شايفه حروف كثيرنا من عز عمرنا يعني انه هاي حياتنا بس العدينة هيدي حياتنا شغلنا عدينة وهي النملة بنحط الأكلات فيه إن كانوا منيح بناكلهم وإن كانوا وحشين بندلهم الحجة أم أحمد بتعيش بغرفة متواضعة محرومة من الضوء إلا من بقايا شمع موزعين بين الزوايا لتكون مشكلة الكهرباء عبء إضافي على حياتها وعشو عايشين هلا على العتمة؟ هلا عايشين على العتمة شو بتضوي؟ ضوي شمعه عندك شمعة يعني حجة؟ إيه هيدي الشمعة عايشين عليها هاي الشمعة عايشين عليها شو بدنا نعمل حياة كيف حياة مرة شو بدنا نعمل معظم المناطق اللبنانية بتعاني من وجود موتورات ومولدات كهربائية بجانب المباني السكنية الكل على علم بأضرارها الصحية والأمراض الخطيرة اللي بتأدي إلها لكن المستفيدين منها كتار إن كانوا من أصحاب الموتورات أو من أهالي المنطقة المشتركين خاصة بغياب الكهرباء بلبنان أكثر من 22 ساعة بالنهار أحياناً
فريق تحقيق قصد منطقة الفنار لأهليها نموذج من الكثير من الحالات بلبنان، منهم أصحاب موتورات خاصة ومنهم جيران صاحب الموتور، وهون توقع المشكلة. البنية 11 شقة وإلنا 12-13 سنة تقريبا وعم نضايق، بس كنا مطولين بيننا كونه جارنا، ولكن في موتورات كتير، كان موتور واحد على أساس كاتم صوته كان جديد من قديمة وكنا كلنا مشتركين معه، ولكن بس استمرت الحالة هالقد صار عنده 3 موتورات وثلاث موتورات بلا كواتم، بالليل بفتح لنا إياه هون وحنا موجودين هون حد منا وواد النوم هالميل، هالموتورات واحد بهيدا الكاتم هون والتاني بقلب الكونتينر والتالت بالتخشيبة، وهي الكونتينر بيفتح له البوابه بالليل مشان ما يحمى لأنه بدوره كثير، ضل كل الليل كهربة الدولة بتبقى جاي من 12 طالع بكون موتورات دايرين وبيعطي لغير منطقة. كل ما يدور الموتور بنسكر الشبابيك، ما منخلي منفس لأنه لأنه عم نتضايق من ريحة المازوت والريحة، لهالسبب عم نضلنا مسكرين كل الدنيا عم نفطس بالليل على صوت الموتور وهدير الموتور، ما عم فينا ننام، عم بيجي بفرش بالأرض الصالون عبنان. عند وصولنا على البناية اللي بيسكن فيها السيد جون يوسف كانت الكهرباء جاية والموتورات للأسف كانوا مطفيين، فما تستنينا تصوير الدخان والصوت المزعج الصادر عنهم، لكن زودنا أحدهم بفيديو مصور على هاتفه الخاص وكان الكلام خير من دليل. هلا هبت هوا بس يدور الموتور بيجي كل المازوت، ريحة المازوت عنا نهيك عن الضجة بالليل تبقى بعد الساعة 12، يعني ما بسترجي لا افتح شباك أنا وتكون الموتور دير ولا يعني ريحة كتير عاطلة، وطبعا بتعمل تلوث كتير بالبيئة هيدي وبتأثر، إذا الإنسان مريض بتساعد بتخف مناعته الإنسان. بتعرفي ضجة وريحة ما فينا، يعني بس نفوت على البيت بدك تسكري شبابيك، ما فيك تفتح شباك، ما فيك تنامي بالليل، بتكون جاي الكهرباء بكون مدور الموتور. جربنا نحكي معه شكو إنه البيت لعب إيدكم بيطلع بإيدكم، ما فيكم تعملوا شيء معه. نحن الإنسان بيجي بالليل حتى يرتاح، حط راسه عم خديته ويرتاح نام مرتاح، نحن مش عم ننام، نروح أشغالنا ونيجي بالليل ما مرتاح، أعصابنا متوترة والروائح بتضرنا. تفضلي صوري من خليه يصوروا من هون، شوف الموتورات كيف. حاولنا مقابلة أبو جهاد، جار سكان البناية اللي زرناها، مسؤول عن الموتورات من أكثر من 22 سنة لكنهم مش ملكه الخاص حسب ما بيقول، موضوعين فقط بالبناية نفسها اللي بيسكن فيها هو وولاده وأحفاده، استفادته الوحيدة منهم فقط إضاءة بيته من دون أي أرباح أخرى. شو بدي بش الموتورات أنا اللي بدي أضروا لي أولادي؟ أنا مرتي دخلت هالجمعة 5 مرات على مستشفى من ضيقة نفسها، قالوا لي أولادي إذا ماما بتنضر بصير معها مرض نحن بنولع الموتورات. كني ضيقة نفس ما عاد فيه أخذت النفس، كنت رح غيب عن الوعي، ركضوا الناس لي حتى بيخلصوني، كنت ما عم بموت من الريحة، ما هو كلهم تراكمات. الموتور مظبط لو تفلتر الموتور ولو شو ما عملت فيه الموتور، لما يكون الموتور عدمان هو بده يدخن، طالما الموتور مظبوط، طالما الموتور ايده فيه الواحد وفلاتره مظبوطين وزيته مظبوط ما بيدخن، لو حطوا له فلاتر وما فلاتر وكذا بدي شنن شو بدك بالخبريه. أكثر من 3 ملايين شخص بالعالم بيموتوا نتيجة تلوث الهواء كل سنة، فهو بيأثر على الجهاز التنفسي، ألم بالصدر، التهاب القصبة الهوائية، ضيق نفس، تشنج الأحبال الصوتية، تصلب الرئوي، سرطان الرئوي، حساسية، صداع قوي، خمول، والتقليل من القدرة على التفكير. تطفي الكهرباء بدو 24/24 بدو الموتور. رحنا جبنا هيدي بتحدد اي القانون من اي ساعة لاي ساعة لازم يدور بين البيوت الموتير، اللي عنده محل اللي عنده بيت بتحدد انه لازم من الساعة 11 للساعة 7 الصبح ما يدور، من الساعة 4 بعد الظهر للساعة 7 عشية كمان العالم بترتاح، هي القانون معنا موجود، اذا بتحبوا تاخذوه نعطيكم اياه. ما حد شو بيرضى انه قد ما يطلع علينا بدنا نضوي، فينا ننام على هذا بدون ما نضوي لو انه مكيف، فينا نقعد على العتم. بالنهاية بتختلف الروايات بين سكان الحي وصاحب الموتور، وأكيد هيدا الحالة مش جديدة بلبنان خاصة بوجود الوسائط والمحسوبيات،
فما بيبقى إلا السؤال، هل صار بحق لكل مين شاء الحق الضرر بصحة غيره وبصحته بلا أي رقيب أو محاسب؟ الكهرباء بلبنان محكومة من مافيا الموتوريت وليس من شركة الكهرباء. عشرات آلاف المولدات تسير حياة الناس بلبنان، وأصحابها هن المتحكمين برقاب اللبنانيين. الأسعار باهظة خارجة عن أي منطق وأي اعتبار. 5 أمبير 150 دولار، هل هالشي معقول؟ طاقة لا تكفي لإنارة 3 غرف بمنزل صغير، عدا عن الكلفة الباهظة المترتبة على الأسرة المتواضعة يلي ما بتقدر تستخدم إلا 5 أمبير وحتى أقل. للوزير بنترجى منه إنه يظبط الكهرباء لأن عم العالم ما بقى تحمل شيء هالأيام. إنه دفع موتير وما عم تيجي دولة للدولة. ما بنلحق دفع موتيرات. بدنا نوقف الموتيرات لتيجي دولة ندفع للدولة. المنطقة نبعة بلدية برج حمود. المساحة نص كيلومتر. الوحدات السكنية أكثر من 5000 وحدة سكنية. 70% بعيشوا تحت خط الفقر. زعماء الموتيرات 5. بهالمبنى 5 عيال مشتركين 10 أمبير، أي 2.5 أمبير لكل غرفة لكل عيلة. وهالعيلة اللي استقبلتنا نموذج للعيش بغرف النبعة. فضل. مرحبا. أهلا تفضل. هلا هيك كهربا؟ ايه تفضل. طوي كتير لتيجي بيطلع لنا مثلا كل 3 شهور 60,000 على كل بيت، يعني كتير غالي يعني. والموتور كمان ساعة بتك وكل شهر 97,000 87، يعني غالي كتير، شيء ما بينحمل يعني بالزور. وهلا رحت الكهرباء؟ ايه هلا رحت الكهرباء، بيجي الموتور. وشو بصير فيكم اذا بيجي الموتور بعد نص ليل؟ ايه مرات هيك مرات هيك حسب، مرات بنقطع بنفطس بالليل خاصه بالصيفيه هيك بنفطس. انتوا عندكم بس هيدا الاوضه؟ ايه هالاوضه بس. وشو بصير فيه؟ يعني هالاوضه بيطلع لنا 97,000 موتور وكهرباء 60,000 اذا هالاوضه، كيف لو اكبر؟ ولك ما بندور شيء يعني قليل، كنا مرات البيت بالشغل وهيك. وشو عندكم كهرباء؟ ايه برا برا عادوا تلفزيون وغساله والمروحه. ومروحه هاي ليكي حتى هاللمبة لمبة توفير يعني لا بتصرف ولا شيء. قبل 4 سنين كان صاحب البناية مقدم اشتراك الموتور للسكان ببلاش ضمن الإيجار، ولما صارت الكهرباء غالية أغلى من الحياة صار كل مستأجر يدفع عن حاله. أنا بقى 650,000. وقديه تدفع على الكهرباء؟ أجار أوضة، أجار أوضة كهرباء 87 حسب يعني، وأجار أوضة 200 دولار. ومصروف؟ حسب بيبقوا معي بصرف فيهم. وبنتك قديه بتساعدك؟ أنا مثلا كل شهر 200,000 مثلا بساعدها بالموتور عرفتي، وهيك بساعدها مثلا بالموتور بعطيها مثلا 50,000 100,000 حسب ما يطلع فاتورة الموتور أنا بدفع. ودرسك مين بدفع لك عليه؟ انا معاشي 500 دولار 600 دولار معاشي، يعني منيح الحمد لله. العتمة والفقر ما بيرحموا بموتوا وبيدمروا، والحياة لازم تكمل والظروف صعبة، والكهرباء بالنبعة وضعها صعب مثل وضع لبنان، وبعد على أصعب من وضع سكانها اللي بيعيشوا بظروف معيشية مؤلمة مؤذية. أيوة نزلي نزلي زون نزلي زون نزلي ها بعد بعد ها والكذا والمروحة هذيك المروحة هذيك البيضة ايه الناس اللي هون شمال بس خلص وقفوا
وقفوا دقيقتين فيكم توقفوا؟ هاي مروة كل شغلنا على الكهرباء. إذا انقطع الكهرباء عشنا إشعة هاي بالنهار. شفتي إنه بحاجة ماسي لكهرباء؟ بدو شو؟ لحمات تكرم بك. طيب شو حاطين لحمة عندك؟ حاطين عندي لحمة لأنه ما عنده برادات. لحمة عندنا. ها ليه حاطت لحمة هون؟ مشان يعني هي ما عنده كهرباء يعني؟ عنده بس ما عندهش برادات. ليه ما عندهم برادات؟ أول ليه ما عندهم برادات؟ ضوي ايه 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 خلص بس بس ها شفتي؟ هاي اللحمة هاي اللحمة مجلدي شو فيها يعني بس. مقصود انت هون بالمنطقة للحمة هودي بيجيبوه من عند اللحين بيودعوه عندي بيكون عندهم يلا سلمنا على معلمك يعني هون اهل المنطقة تعبانين وبتصيروا تساعدوا بعضهم كرمال الكهرباء مجبورين مجبورين بعضنا هذا بده لمبة هذا بده كذا يعني مجبورين أبو إلي مثله مثل كتار من أصحاب محلات السمانة الصغيرة الموجودة بأزقة النبعة الضيقة المعتمة بنهار فكيف بالأحرى إذا كانت بدون كهرباء؟ البيت ملك لله والمحل ملك لله ما عم بدفع أشهر ولا كنت فليت من زمان أنا بطيلع طيلع بالشهر مليون ليرة ما بطيلع مليون قد تدفع منه للكهرباء؟ 400-600 ألف دفع دفع 600 ألف كهرباء هذا الشهر هلا عم بدفع بالتقسيط كهرباء كل ما صار معي بدفع له بيجي الموظف ياخد دفع إلى موظف الموتير صومة دفع إلى حسن دفع إلى حسن دفع. صار وصل له 200 ألف 8 10 10 10 16 10 20 10 بعد بده مني هلا 200 ألف انطري تسير معي يمكن يخصمني شوي هالشهر لأنه الكهرباء عم تتحسن بس بعد ما سألته قديش بدك انه ما معي يدفع وسكر أصحاب المصالح الصغيرة بالنبعة متضررين بسبب كلفة الموتور العالي اللي وصلت لل 400 دولار لل 10 أمبير فمن زمان قبل 10 سنين كان هالمعمل الصغير يشغل 5 موظفين وقتها كان اشتراك الموتور لل 10 أمبير 50 دولار اليوم ولا موظف بالمعمل أكثر ما بيتحمل الواحد اشتراك الموتور وبيشغله صاحبه وزوجته اللي اضطرت تتعلم مصلحة الخياطة وبدل اشتراك الموتور عم يندفع بالتقسيط وأسعار البضاعة رخيصة من الساعة 7 على الساعة 6 منوقف شغل بروح البيت كمان شغل من الصبح من عشية لوجه الظهر 12-11 لكافة أم وجبات بيتي وهذه حياتي معمل بيت ما في شيء لنا أيام نخلص ناخد شغلنا على البيت ونقدر نسهر بالليل ونخلص شغلنا وهكي ما نستمر بشغلنا بس اليوم الشغيل اللي بدي يجيبه أنا صار بدي يرجع أول كهرباء أكتر صار بدي أدفع أكتر للشغيل 600 دولار بدي الشغيل يعني اليوم حيالله شغيل بدي يجيبه لا يساعدني محل ماركة بده 600 دولار طب هيدي أبسط شيء عم بحكي طب لا لما بدي أدفع أنا 600 دولار هاي 600 بدون ما أول كهرباء ما بدي شغله بده لحتى يعني لا أقدر مكنة زيادة هلا مكنتين نحن بالزور اللي بيدوروا على 5 أمبير إذا بدي أدور مكنة تالتة بدي 10 5 ما بقى تشيله طب للعشرة اللي بدي صار بدك 400 دولار هو بس اشتراك الموتور يعني بس ندور الموتور يجي الموتور مكنته هو وهالمكوية الصغيرة بشتغل فيها أنا بس يعني مكنة وحدة بقدر شغل حالي هاي لأنها بخاري لأنها كتير هيدا جبت هاي تبعت البيت لحتى لا أقدر أدورها لا أقدر أشتغل بس هلا هاي ما بتعطيني بخار هاي يعني هاي بتعذبني دوبل بالكوي بس شو بدي أعمل بدي أشتغل الوضع هيك تمام لوين رايح ان شاء الله تسكير بقول لك اياها سلف صدق انا بقول لك اياها سلف حتى يعني كذا مره انا ومرتي مفكرين نسكر خلص فكر جديا بالتسكير يعني
هيك بهالطريقه. يعني انا بعد ما حكيت لا باجار المعمل لا بكهرباء المعمل لا مصاريف المعمل لا هيدا كل هيدول بعد ما حكينا فيهم. شوارع ضيقه مكتظه بالناس وابنيه قديمه بتتعدى ثلاث طبقات. غرف معتمة وطرقات مضوية بعز النهار وشرطان بتوصل الجار بالجار بس ما بتوصل كهربا. وناس تعبت ملت من الشوب وبيوت الفقراء بلا ضو بلا كهربا بلا اشتراك موتور. تسع أولاد وأم وبي بعيشوا بهالغرفة الصغيرة بالعتمة لأنه الساعة واقفة مكسورة عليها مبالغ قديمة والأجارة 300 دولار. روايح وحشرات وبلا أكل والصورة هي اللي بتعبر. نمت لما نكون خايفين على عتمة كل الوقت؟ ايه أكيد. نحن أساساً لما أخذنا البيت هون ما كان فيه وساعة كهرباء وجينا بدنا نحط له ساعة بدها 6 مليون. هلا ما بعرف إذا بعد يعني بتزيد أكيد. ليه ما مديتي موتور؟ ما أخذتي دول؟ موتور بالشهر يعني 100 وشوي أوقات 200 ألف. يعني نحن أرجع مدفع أجار. أنجا أحيان تلا 300-400 حسب الشغل. يعني مثل أكيد أنا بالبيت. ومين بيدفع لك مدارس أولادك؟ في جمعية تساعدونا شوي. وليش جبت 9 أولاد؟ كتر خير الله. لأنه ما في كهرباء؟ ما حولي ما في تلفزيون. شو قصة التلفزيون عندك؟ انبسطت هوني؟ فيش دش؟ لا. ليه عم تضحكي؟ فهمتي شو حكينا نحنا؟ ايه؟ كيف تدرسي عشية؟ بدرس. كيف تدرسي؟ بالتبول. بيعطوني درس على الليل بس ارجع مدرسي بالتبول. وبتقدري تشوفي على العتمة؟ شو بتعملي؟ بس يرجع من مدرسة بعد الظهر في ضو بدرسه. وبس تروح الكهرباء؟ ما بدرسي. وشو بصير فيكي عالشوب عشية؟ نام. ما بتحسي بالشوب؟ ما بتتضايقي؟ تعودتي؟ نام وقعد مدرسة أحسن. نام. وبالصيفية شو بتعملي؟ بالصيفية بس أكبر بشتغل. بس تكبري رح تشتغلي. وهلا شو بتعملي بالصيف؟ بالصيف لا بس بستغمى. شو بتشتغلي؟ بساعد امي بالاغراض. شو بصير فيكم على الشوب يا شباب؟ بنت هي بنت هيدا الصبي. انت بنت؟ هيدا الصبي. شو بصير على الشوب؟ ما بصير شيء. كيف ما بصير شيء؟ بتشوبي؟ شو اسمك انت؟ ماي. قد ايه عمرك يا ماي؟ 8. وعم تروحي على المدرسة؟ ماي. ايه، وأي صف انت؟ أنا صف الأول. وين بتنامي يا ماي؟ نام هون بحط فرش هون. هون الأغراض اللي بنشتغلها بننام عليها وبننام بنشتغل هيك أشياء. ما عندك براد؟ لا لا براد لا غسالة. شو عندك أكل بالبيت؟ يعني نحن بنجيب كل يوم بيوم وين ما فيني خزن شيء. بننقعه ونغسله مثل ما شايفه كله عايده. تركنا هالعيله ومتيلاتها كتار بالمنطقه ونحن عم نتساءل اذا الوضع مزري
والصيف أشرف على نهايته، فكيف رح تكون الحالة بفصل المطر والعواصف؟ أصحاب المطارات، زعماء هالشوارع، أصحاب رؤوس الأموال متحكمين بالفقرة اللي عم ياخدوا 2.5 أمبير ب90,000 ليرة، وكتار فضلوا العتمة لأنه الألف ما عم تتوفر. هذا في 10 أمبير، في 5 أمبير، في 15 أمبير، في 2.5، حسب كل واحد هو قدرته يعني. الخمسة أمبير $100، $115 يعني. مش كل مين كان ياخذ 5 امبير. عم لك في عالم ما بتفهم، ما فيهم يعني، عالم بلا اشغال وعالم، وفي عالم تدفع. اللي ما بيدفع شو بتعملوا فيه؟ انا مستنى عليه 10 ايام 15 يوم، بعدين هاي مصنع فيها شركات وفيها عالم، عم ندفع ايجارات يعني. عم نحط عالم تحط مازوت و شو بتعملوا؟ شو الخط؟ يعني انه مثلا انا شغيل ما فيني ادفع عنه اكيد، ولا بدفع عنه. من النبعة للضاحية الجنوبية بيكمل فريق تحقيق جولته بين المناطق اللبنانية للتحقيق بملف أزمة الكهرباء. عن دخولنا لمنطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً بير العبد، شاهدنا الشوارع مضوية. عوهلة فكرنا كهربة الدولة جاية، إلا أنه صوت الموتورات القوي أكد لنا عكس ذلك. هيدي الأمية اللي من المفروض تغذي المنطقة وتمدها بالكهرباء مطفية وشكلها مهمل، وهيدا هو الموتور اللي بينوب عنا بعملها، بيضلوا مضوي 24 ساعة، بيوزع كهرباء للمنطقة برسم شهري بيوصل ل 420,000 للعشرة أمبير فقط. بنايات مطفية وشوارع بتزينها أشرطة الكهرباء والأعمدة بتهدد حياة المواطن خصوصاً بوقت الشتاء. فالأمان مفقود وراحة البال ممنوعة على هالمواطن اللي وصف حاله بالفقير والمعطر. كاميرا تحقيق نقلت معاناة المواطنين بالضاحية الجنوبية بكل رصانة وجدية. يعني الكهرباء مبدئياً عمالي تجي بحدود المفروض إنها تجي 4 ساعات، ما الأربع ساعات عمالي يجوا، ربع ساعة بتنقطيع، ربع ساعة بتنقطيع، ما بنستفيد منها. 10 أمبير عم بكلفنا 420,000 بالشهر، يعني عمالي ندفع أكثر ما عم نطلع. أهلين، يعطيك العافية. الله يعافيك. فيك تخبرنا أكثر قد عم تيجي عندكم؟ قد عم تيجي عندنا؟ يعني هلا تحسنت، تيجي ساعتين بعد الظهر وساعتين قبل الظهر، تحسنت هلا. كانت بالقبل تيجي 10 دقائق تنقطع ساعة، ترجع تيجي 5 دقائق تنقطع ساعتين، تيجي 5 دقائق يعني ماكسيموم بال 24 ساعة يمكن ما نشوفها ساعة بالقبل، بس هلا تحسنت الكهرباء. صار تيجي ساعتين قبل الظهر وساعتين بعد الظهر. ضو هلا دولة ولا مطر؟ لا مطر. قد عم تدفع بالشهر مطر؟ يعني 10 امبير ماخذ 440,000، بس هيدا الشهر نزلها عملوا 380,000. بس شفت كأنه انه ما ضوي لك المحل في برادات مطرية. لا ما بيشتغلوا، ما بيشتغلوا. إذا بدي شغل البرادات كلهم بدي أكثر من 15 أمبير. حتى يعني أنا بالمحل عبعاني كثير بقصة الكهرباء. يعني بتعرف أنت زبون بيجي بده مثلا جبنة لبنة إشي، إذا ما في كهرباء بتحمد بتنتزع
طب هلا ما عم شوف عندك جبنة لبنة؟ ما عم بجيب هلا لانه طبعا لانه جبت خسرت، صرت جيب مثلا ما في كهارب هذا، والاشتراك ما بيحمل كل البرادات، ما في مثلا دور براد قطفي ثلاث برادات. ما بتقتصر هالمعاناة على العذاب النفسي والمعيشي فقط، وإنما أيضاً تمتد لعذاب جسدي. من طوابق 10-11 مجبور يطلعون كل واحد قاصد بيته ليرتاح، إلا أنه بيستقبلوا هالمصعد ليوفر له كل شيء إلا الراحة. مشهد مؤسف بجسد معاناة حقيقية عم يعيشها أبناء هالمنطقة عضو الشمعة والموتورات، طالقين صرخات متتالية لعل وعسى أذان هالنواب والمسؤولين يحسوا فيهن، لأنه السمع لوحده ما بيكفي. إجت الكهرباء تكت الكهرباء، جملة تعود يرددها الكبار والصغار، مع كل تكة سبة، أما مع كل ضوء فرحة كبيرة عم تغمر قلب هالطفل. قرر فريق تحية الأيام بجولة على بعض مناطق كسروان، الهدف نقل صرخة التجار أصحاب المعامل ومحلات التجارية بمعاناتهم مع الكهرباء. فتوجهنا نحو شركة الكهرباء الموجودة بالقرب من شاطئ زوق مصبح. هالشركة الهرمة لم يتم تطويرها حتى اليوم، فكبت حمل السنوات يلي تراكمت عليها على مواطن اللبناني. وأسلاك الكهربائية فقدت صفتها، فأصبحت مجرد أسلاك بتمرق بين المنازل والبنايات وبتشوه منظر الطبيعة وبتنقل كل شيء إلا الكهرباء. بقرب مصنع الكهرباء سلسلة من المحلات المختصة بصيانة وتظبيط وبيع قطع للسيارات، فدخلنا البعض منهم، لكن أصحابها رفضوا بمعظمنا التحدث أمام الكاميرا، ولكن بعد الآخر فشلنا خلقه. هذا البرد مسيس، ناس مع هيدا وناس مع هيدا، بكرة إذا استلموا 14 أدار الكهرباء وزيت المشكلة 14 ما بينزلوا. هذا البلد مقسوم، وقت يصير في شعب حقيقي يفكر بمصلحة لبنان ساعتها بتقول في ناس عم تنتفض وعم تزبط، بس كل شيء البلد مقسوم ما بتاخد نتيجة هي ذاتها. اشتراك ما بقدر ياخد، بصير انا بدي غلي على العالم ما بدي اتزبط الشغل. حتى لو مش قادر تشترك مضطر تشترك، انا بدك تمشي امورك بدك تشتغل. كم امتار ياخد؟ 5 امتار. 5 بيمشي الحال بخمسة؟ بس تنضوي القضية، اكثر من الاد مش بحاجة. وقد بتدفع الخمسة؟ $140. بس ما بتجي، يعني انا امبارح فليت عشية ما عندي كهرباء، لو في كان لازم يدور الكمبرسور يعبي، نطرتها للساعة لتجي ما اجيت. قبل ما فل، انا ما فل قبل الستة من ونص، ستة وربع، ستة ونص، نطرتها ما اجيت، مثل حالي فلات عليها. هلا جيت الصبح ما في، هلا ما يمكن تجي 10 يمكن ما تجي. كل دول العالم اذا قال حد شركة الكهرباء بيعطوك كهرباء 24-24 بلاش، لانه انت عم تتنشأ لكل سمومة. بهذا البلد قاعد بلزقة ما في كهرباء وعم تتنشأ لسمومة. لا اول ما جينا كانت الكهرباء احسن، هلا كهرباء اسوأ بكثير. كانت احسن، ما انت مش عم تندد حدا، بس بتلاحظ انه مثلا كانت تروح 4 تجي 4، عارف حالي مثلا الساعة 10 تجي برمج شغلي، هلا ما بتجي. دق المي مي، يعني شو ما تحكي بهذا البلد براسهم بدو يعملوه. يعني اذا قالوا جيبوا لنا الكهرباء هي ذاتها، ما حدا عم بيسمعك، مسؤولين ما عم بيطلعوا فيك اصلا، ما عم مش معبرين انه في مواطن بهالبلد. وعلى بعد أمتار من المحلات على تاني جهة من الطريق، امرأة مسنة تصرخ لنا لتحكي لنا عن معاناتها مع الكهرباء. مش عم تجي الكهرباء، والموتير كمان عم ينقطع، مش عم نلحق حكا، موتير عم يطلع علينا
190 200,000 كل شهر مطير، وكهرباء بيطلع علينا. هلا اجى عيد الكهرباء بعرف قديش طلع، ما فيش مصاري مش عم نقدر نلحق. ونحن مرضتنا لنا واختي معاك كافيش تقوم وكل شيء مثل ولد صغير، وانا ودمي فاضي بدي اعمل سناني افيش اعملها وحيل من الواحد. من شركة الكهرباء ننتقل لسوق الكسليك، سوق تجاري معروف بلبنان بمحلات الألبسة وتمركز معظم الماركات العالمية فيهم. دخلنا معظم المحلات ولكن رفضوا إعطاء رأيهم كونه هن موظفين. ولكن قبل ذهابنا صدفنا صاحب سانتر بالكسليك ومالك عدد كبير من المحلات المؤجرة. بدي قلنا بدي عمر نصار 40 سنة، قلنا 40 سنة ما في كهرباء. موتور 800 دولار، وأنا أمين الصندوق تبع السانتر. السانتر بيطلع كل شهر بندفع 65,000 دولار شيك لليونايتد. ايه 55 65. عندنا موتورين، موتور واحد ما بيمشي. يعني عيب والله عيب عن جد. قرفنا من الكسليك نتجه لزوق مصبح وبنقرر نرتاح ونتروق. فمنروح على فرن منقيش ونتعرف على سعاد صاحبة هالفرن. بس ألفتكم نظركم إنه المنقوشة الوحيدة ما فينا نشتغل بكفوف فيها، أحسن ما بكرة نسوان تعلق وتقول مش حاطة كفوف. سعاد يلي عم بتعاني لتعيش وتعيش عائلتها لأنه زوجها صار له أكثر من 30 سنة مخطوف وما بتعرف عنه شيء، وهي ما عادت تلحق على مصاريف المنزل، فصار الحمل كبير عليها وحكيت لنا كل شيء بقلبها. قديش عم بدفع كهرباء؟ شو بدي اقول لك؟ مطار ما منلحق، كهرباء ما منلحق، ماي ما كل شيء كل شيء ما منلحق. وبناء خاص الكهرباء يعني شو مطار يعني بيجي بالشهر عندك 200 250 ألف وبدك ترجع تدفع كهرباء ومش عم تجي الكهرباء؟ معقول هالشيء هيدا؟ يا عيب الشوم عليون. بس حق على الشعب، الشعب كلهم لازم هالانتخابات هاي كلهم ما حدا ينتخبون. هاجي عملوا لي عودات واصلاح واصلاح وني الاصلاح هاي اصلاح اللي عم بيعملها جبران باسيل والثاني ميشيل عون. يا عيب الشوم عليون. كهرباء ليه ما بدها تجي يا حبيبي؟ ليه ما بدها تجي؟ بده يجيب لي بواخر يحطها وبده ياخذهم من ظهر الشعب ومن ظهرنا كلنا تجيب البواخر. وينني ساعة بيقول لك الدولة ما صرفت لي مصاري، ساعة بيقول لك عطيتني مصاري وما كفوني، ساعة بيقول لك البواخر يحني بالبحر. وركروح يضحك على حاله بقى إذا العالم ساكتة. بس أنا بتمنى على الشعب يعملوا مظاهرة وما يدفعوا لا كهرباء ولا موتور. تشوف شو بدهم يعملوا. خليتونا تعنوا الكهرباء، هو معه يدفع موتور وبيشتري موتور على حسابه يا حبيبي هو. بس العالم وني العالم؟ العالم عم بتموت، ما بكفيهم مدارس، ما بكفيهم غلى المعيشة، كمان والكهرباء بالظهر. أغلبيهم الأجانب قديما. يي هيدا شو؟ هيدا ساج. يي شو معناتها ساج؟ بيتفاجئوا وما بيعرفوا شو معناتها ساج. ونحن اللبنانية ما بنعرف شو معناتها كهرباء لأنه ما عم تجي الكهرباء، هاي معناتها. وبنودع سعاد وبنزوق مصبح، بنكمل رحلتنا صعودا بالتجهيز نحو منطقة الإقليعات. ولكن نحن متوجهين عن أهالي هالمنطقة استفزتنا شرطان الكهرباء المنبعثرة كيف ما كان وين ما كان. وبنسأل وين البلديات يلي تركة هالأسلاك الكهربائية تنتشر بهالطريقة، وغض النظر عن مدى خطورتها خاصة بأيام الشتاء والمطر. ذهبنا لبلدة الإقليعات كان عنده أهداف. أولاً فهي تعتبر منطقة استيافية وبيكتر فيها الزائرين المغتربين بفصل الصيف. ثانياً هي من البلدات الكسروانية يلي بتتلش فيها بفصل الشتاء، والشتاء عندهم قاسي، فكيف عم بيدبروا أمورهم بلا كهرباء؟
دخلنا على عدة محلات، والبداية كانت مع صالون لتزيين الشعر. ما بيعطونا إياها إلا ساعتين كل 24 ساعة، معقولة استياف بالقلاعات وكذا 24 ساعة بس الكهرباء؟ معقولة 24 ساعة ساعتين بيعطوك إياها؟ لا، الموتور قد ما ياخد قليل عليه. قليل عليه، لأن عم بيدور 24 على 24 الموتور. يعني إذا أخذ 500 دولار قليل عليه. نحن اخذين 15 امبير، يعني التدفئه على الموتور كمان. هلا 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 وقت الحاضر ما في كهرباء كمان، بتخف الصيفيه عندنا، بنصير ندور الموتور، يعني الدفيه، الكهرباء، الاي سي، كله على الموتور. كنت انا ادور سيشوارات اثنين والماء السخنه، هيها كل الحفله 15 امبير، سيشوارات اثنين والماء السخنه. من صالون تزيين الشعر منتقل لمحل سمين المقابل لإله. يا شوف شوف، عندك قصص تمشي على الكهرباء، ما فيك توقفها يعني؟ ما في وقف شيء. هاي الأجبان وقلبان. وهاني العصير. تفضل. براد العصير والفروج. وبرا براد البوزة. وهذا براد. يعني مجبور آخذ 15 أمبير. ما في ياخذ اقل. وعندهم ماركتين تلبان. وزير الطاقة أصدر قرار يجبر فيه أصحاب المولدات بتوحيد الأسعار تحت مراقبة البلديات. كما جرت العادة بلبنان، المحسوبيات إلى الأفضلية بكل تطبيق قرار، وقرار الوزير بقي حبر على ورق لم ينفذ. وحدة بعض البلديات أخذت على عاتقها تنظيم أسعار المولدات بجدول مرتبط بأسعار المحروقات وساعات التغذية. وجهتنا جزين، هالبلدة السياحية اللي بتجذب ميات السواح والمصطفين من كل لبنان. من صيدا لجزين المشهد بيتغير كل ما تقدمنا، والكهرباء هي هدفنا. ولأنه السياحة بلا كهرباء وأكيد بلا استقرار بتموت، تنقتل وهي بتنتحر، اخدي معها مصير عائلات بتعيش من المردود السياحي. قصدنا بلدة جزين بقضاء جزين اللي صارت بلدة نموذجية بأسعار المطارات. الجبال، التليل، الطرقات الواسعة لونت طريقنا. على ارتفاع 950 متر بتوقع جزين يلي ممكن نوصل لها عن طريق بيروت أو جبل لبنان، ومنا منكمل نحو الجنوب أو البقاع. عند مدخل البلدة تمثال سيدة العذراء بيستقبلك ليبارك كل زائر إجا يتمتع بطبيعة هالبلدة الحلوة. على بعد أمتار مبنى البلدية، هالمبنى الأثري اللي كان سراي أيام المتصرفية. هيدا حرش صنوبر تابع هون لجزين، واللي هو ملك بكاسين، بس المنظر لقلنا. وعندك هون الشلات، اليوم بتشوفوا انه ما في مي لانه باخر الصيف، لو جيتوا بعد شي شهر بتلاقوه اقوى من هيك بكتير يعني واجمل. وهيدا هو المنظر الحلو بجزين، هيدا وادي جزين، وهيدي وادي جزين عندك هون وبكاسين. لحظة، نحن مش بجولة سياحية، نحن قصدين الكهرباء. رئيس بلدية جزين وليد طانيوس جعل بلدة القضاء جزين الأوفر بأسعار اشتراك الموتورات بكل لبنان، حيث وصلت اليوم تعرفة الخمسة أمبير للخمسة وخمسين ألف، وممكن تنخفض بعد. بالليل مضوى إجمالاً، قليل ما يكون في عنا قطع كهرباء بالليل. كهرباء جزين في تفاهم مع أصحاب المولدات على تسعيرة مناسبة لأهل جزين ومناسبة لألون، يعني عم بياخدوا على الخمسة أمبير 55,000، وعلى هلا صارت 55,000. نزلتوها؟ ايه نزلناها، كانت 65 الشهر الماضي،
هلا صارت 55. كم ساعة بدور المطار؟ تقريبا شي 200 واخر مرة 210 ساعات بالشهر. بالشهر كله يعني معدل شي 7 ساعات قطع باليوم، كل يوم 7 ساعات. وقدرنا نتفاهم نحن على التسعيرة، والبلدية عم بتسعر كل شهر بالنسبة للاشتراك الكهرباء. بعدين عندنا بالبلدية عداد، بنعرف احنا كل شهر كم ساعة قطع فيها، يعني عم نراقب الموضوع. بيضلوا ربحهم فوق 30%؟ بتصور انا بحدود 30%، مش اكثر بكثير يعني. هون سوق السد التراثي من اقدم الاسواق بقضاء جزين، وعيد ترميمه قبل سنوات ليتلائم مع طابع جزين السياحي. هو اليوم مقصد لأبناء القضاء ولأبناء بلدة جزين، ما بتنقطع الكهرباء عنه 24 على 24 ساعة بفضل سياسة البلدية. صباح الخير. خبرونا أنه الكهرباء قليل ما بتنقطع بجزين، مظبوط؟ كيف دوامكم بالكهرباء؟ دوامنا 4 ساعات بس هلا، قبل كان أكثر، هلا 4 ساعات. عم تنقطع 4 ساعات؟ تنقطع 6 ساعات مش 4 ساعات. لا كيف؟ لا والله 4 من 2 ل 6، 4 ساعات. وقد ايه عم تدفعوا بالشهر فاتورة؟ نحن عم ندفع كثير لأنه نحن عندنا متراتنا كبار. شو عندكم؟ عندنا متراتنا كثار، نحن عندنا البرودات، ندفع كثير نحن. يعني تقريبا قد ايه بتجي فاتورة الكهرباء بالشهر؟ لا هاي كلي تستحي لك. ليه؟ 900,000 مليون اشتراك بس. إلى ما حال هالسوق المتنوعة دخلنا والأضواء مشعة، نسأل عن حال الكهرباء. وضع سيء كثير وضع الكهرباء. ليه؟ لأنه لبنان كله هيك وضعه. بس هلا انه عم تنقطع الكهرباء، مش انه مش عم تنقطع، بس بعدنا احلى من غيرنا بالنسبه لغير مناطق. وما في معكم رخصوا لكم اياها البلديه عم تنقطع؟ ايه رخصوا لنا هي، وبعدين المطارات هون بعدها اهون من غيرنا. وجود الاشتراكات عندنا هون نحن بعدها اهون من غيرنا. نحن وجود الاشتراكات عندنا هون كهرباء ما بنعطي الهم بالكهرباء، نحن اساسا بجزين احلى منطقه بجزين بالكهرباء. متوفر الكهرباء على طول عندنا نحن. انا بالفرحونة كهرباء لهون. وينك فرحونة؟ ايه انتم مش تابعين لقضاء جزين؟ نحن ما عندنا مطاريات. الكهرباء عندنا 108. مش 220، 108. ايه وقد ايه بتدفعوا كهرباء بالشهر؟ عندي موتير بنزين. بدي كل ليلة 10 ريال. على الرغم من جهود البلدية بخفض اشتراك الموتورات، العالم بجزين بعدها عم بتعاني من الغلا. بعرف انه صار التقنين اكثر مكان بالاول، يعني كله مصاريف بين اجارات بين كهرباء بين موتور. يعني ما كنا ندفع، كنت ادفع انا 100,000 موتور، هلا صرت 275,000. لأنه عندك برادات. ايه عندي برادات، و24 24 ما فيني اقطع الكهرباء ولا دقيقة، كان موتور او كهرباء الدولة. وكهرباء الدولة قد ايه عم تدفع؟ بال 150. رح اضمن عليك الكهرباء بلبنان. ان شاء الله يسمع منك. بقى زال خاسر خسرانة من هلا. حرفة اهل جزين اللي وصلت للعالم كله كمان تأثرت بالكهرباء. جوزيف عون رئيس الحرفيين، الحرف السبعيني اختصر لنا همهم. كهرباء كارثة، مصفين كل واحد بيدفع فاتورتين، فاتورة للدولة وفاتورة للموتورات. ومش فاتورة حيلا، يعني 5 أمبير 70-80,000 هون، بينما برا 130-150-180، يعني كارثة. طيب هالشعب كيف بده يكفي؟ بالكاد عم يقدر يأمن قوت ولاده وعائلته. هلا نحن لو ما قصيت المطارات كنا منوقف الشغل، ما فينا نشتغل. اوقات بتنقطع بالنهار، كيف بدك تشتغل؟ بتيجي بتشتغل بالليل،
مش معقول. يعني في قصة المطارات فشت الخلق، ولكن عم بتكلفنا، فيها كلفة. أربع أصحاب مطارات والبلدية بجزين قدموا خدمة كبيرة لأبناء بلدتهم. نحن قصدنا صاحب مطار، صاحب أكبر عدد من المشتركين 650 مشترك، وخبرنا عن حساباته. 24 أوكي. نحن مثل ما قلت لك بالنسبة لأسعارنا، نحن والأستاذ وليد رز البلدية على تنسيق على طول بالنسبة للأسعار، والرئيس وليد هو بشكل عم بيشتغل لمصلحة البلد لمصلحة المواطن هون بجزين بالتنسيق معنا، ونحن كمان بالنهاية ما هود المواطنين اللي مع أهلنا. ما أنا عم مين مشترك معي؟ خيي وابن عمي وقريبنا كلهم بعنا. هلا بشكل نحن عم نربح، بس ما قلت لك على مدار السنة، هلا بيمروا لك أشهر تربحش، بيمروا لك شهر أشهر بتربح. الرئيس رأيك هيدي التجربة ايه تتعمم على كل الناس؟ تتعمم إذا كان في شفافية، وفي شفافية من كل يعني بده يكون البلدية رئيس البلدية أو الهي شفاف، بالمقابل أصحاب المتربة يكون شفافة معه، ما بده في زعبرين. 5 أمبير ب55,000، 10 أمبير ب90,000، مراقبة دقيقة، ربح مقبول، بلدية مهتمة براحة المواطن. هول سر نجاح تجربة جزين، لمعظم فنادقها ومطاعمها عندهم موتورات خاصة. لجسر الخلاص لعين عزيبة اللي بيشربوا منها الناس، رحنا نسأل نقولة صاحب مطعم عن فواتير الكهرباء. طالما في عندك أشخاص وبعدك فاتحة، مجبورة تخلي الموتور لآخر الليل، ممكن لساعة واحدة تنتين حسب قطعة الكهرباء، أوقات 6 ساعات أوقات 4 ساعات، فهذا كله بيأثر، وخاصة قادمين على موسم شتوية. موسم الشتوية عندنا هون بجزين السياحة بتضعف، يعني احنا اتكالنا على الموسم السياحي اللي هو الصيفية، فهلأ فاتين على موسم يعني نحن منحسه انه موسم شوي ميت، الا اذا انت بدك يعني انت تناضلي لحالك لحتى اللي تستمر بالشتوية. قصة الكهرباء ولبنان مثل قصة بريق الزيت، فالأيام عم بتمر والوضع ما زال على حاله. طرقات معتمة، لمبات منتظرة انرجي لتقوم بعملها وتنور من جديد، ولكن سعت بعض البلديات لإنارة كراها وإمدادها بالكهرباء بطريقة شبه كاملة، على المنازل، على المحال التجارية، دور العبادة، وطبعاً إنارة الطرقات. وكنموذج رح نتحدث الليلة عن بلدتي كفر سلوان وظهور شوير، لاعتمدوا مشاريع أساسية ورئيسية لإعادة الحياة بإنارة الضوء بالبيوت. كهربتهم موفرة، بدك تقول أفريج 18 ساعة للعشرين ساعة. بالصيف نترك لهم المطارات كنا داير الوحدة أو للتنتين. أنا برأيي إذا بينشال هيدا الموضوع من السياسة ومن التجذبات السياسية، لأنه الكهرباء بس تنقطع بتنقطع علي وعليك وعلى جاري وعلى اللي مع 14 أدار واللي مع 8 أدار، وبتنقطع على كل العالم. الكهرباء ما بتصيب فريق سياسي معين. كفر سلوان قرية لبنانية تقع بقضاء بعبدة ومحافظة جبل لبنان، تبعد 49 كيلومتر عن العاصمة بيروت. توجهنا على هالقرية لنطلع من رئيس البلدية على المشروع المعتمد لإنارة القرية بطريقة شبه كاملة. عندنا مورد رئيسي يجي منه مدخول هو كسرات. الكسرات بال 2001 انعمل قانون بمجلس الوزراء منع البلديات تضمن المشاعر، توقف الشغل، بس كنا حاسين فيه بمكان ما فراغ بالمداخيل او بدناش نسميه غبن، فراغ انه كان في مدخول لازم يكون فوت على البلدة اكثر. بنتيجة الانذارات وصلنا بطريق بشكل او باخر الى ساتلمنت، الى تسوية معينة. قال نحن بنقدر نعمل ساتلمنت على قاعدة انه
نعطي البلدية بعض المدفوعات، إلا نحن ما بدنا مدفوعات، نحن بدنا مشروع كهرباء لكفر سلوان يتقدم. دراسة المشروع تمت من خلال فريق عمل تقني بيتألف من مهندسين وخبراء. طلع الفريق على أماكن وضع مولدات كهربائية بحسب الكثافة السكانية بالقرية وحاجات الناس، وارتقى أنه توزع الموتورات على ثلاث أماكن أساسية بوسط القرية وأطرافها الاثنين. طينا ترايل بيريد شهرين بالمشروع، ما أخذنا ولا قرش من حدا، كان على حسنا فقط الواهب، عرفت كيف؟ كتقدمي حتى المزوط وكل شيء. من بعدها صار في بروجرام، صار في جباية بالشركة اللي بتجبيهم، مش نحن مالنا عليها فيهم ولا بيدخلنا ولا قرش للبلدية، وهي بتحاسب المزوط وهي بتحاسب الصيانة وبتحاسب الجوبات. شبكة كاملة تتضمن هاوس، موتور وساعة وصلت لكل بيت من قرية كفر سلوان، وكل شبكة بغذية مولد تتراوح قدرة استيعابه بين 835 و850 كفئة. المفارقة بهالمشروع انه كل مشترك بيدفع قد ما بيصرف طاقة كفئة خلال شهر، فجاب الكهرباء بحدد الصرف من خلال قراءة الساعة الموصولة على منزل كل مشترك، وعلى أساسها بيتم الدفع. قلنا 20% بين 20 و40 ألف فواتيرهم، 50% بين 50 و70 ألف، وعندنا 30% اللي بال100 ألف وما فوق وما دون. فريق تحقيق توجه إلى أماكن هالمولدات للإطلاع أكثر من منفذي المشروع على كيفية عملهم لإمداد القرية بالكهرباء، وذلك من أجل إبعاد شبح البرد بالشتاء ورمضاء الحر بالصيف. هذا المطير قدرته 425 كفئة، بغذي يعني حوالي 375 بيت تقريبا. لتوزيع الكهرباء على الضيعة أكيد بدور المطير أوتوماتيك فور وتنقطع الكهرباء، وبعد ما تنقطع بس يدور المطير بعد 10 أو 15 ثانية ببلش يعطي الضيعة مخرج ورا مخرج مخرج ورا مخرج. وشرح لنا الأستاذ سمير عن عملية فرز وتقسيم حاجة كل منزل للكهرباء من خلال العلب البيضاء الموزعة على كل شارع من كفر سلوان والممدودة بكابلات موصولة بمنازل المشتركين. كل مشترك له عداد بهالعلبة وله كابل لحاله رايح على بيته لجوا، هالكابل هون بيحمي ديجونتير حماية فيه للكابل، وبنفس البيت جوا كمان في ديجونتير عاطين لكل بيت نحن 6 أمبير القدرة اللي بيقدر ياخذها. في مصالح تاني ممكن عاطينا أكتر، بس لكل وحدة سكنية عاطينا 6 أمبير. بيرجع موضوع قراية العدادات، هالعداد نحن بناخذ في عنا شخص بيبرم يقرأ هالعدادات كل أول شهر. هالعداد مثل افترض هلق رقمه 1000، رقم السابق بده يكون 900، هالمشترك صارف 100 كيلو، هال 100 كيلو عم يتفاوتروا بسعر 700 ليره لكيلو الكهرباء. هذا بالنسبه للسعر الكيلو اللي هو حطته البلديه. وبعد توجهنا على قريه دهور شوير المتنيه يلي بتوقع بمحافظه جبل لبنان وبتبعد 27 كيلومتر عن بيروت. قصدنا البلدية لنطلع أيضاً على المشروع المعتمد بهالقرية والمشابه لمشروع قرية كفر سلوان، والهدف واحد إبعاد هاجس قطع الكهرباء عن السكان. والمشروع كان أنه رح جيب موتورات كهرباء ندفع حقهم خاص ومنقدمهم للضيعة، والضيعة بتعمل شبكة وبتوزع الكهرباء على البيوت وبتضوي الشوارع بنفس الطريقة إذا كانت جاي كهربة الدولة. هلأ لما تقدمت أنا بالمشروع في شخصين معي من أهل الضيعة قالوا لا نحن عارفين اللي عم تشتغلوا هيدا مصلحة العامة مش لمصلحة شخصية وبدنا نوقف حدك، بقى تقسمنا هالمبلغ على 3 أشخاص، اشترينا الموتورات، اشترينا شبكة، عملنا شبكة كبيرة، وصلنا الكهرباء على كل البيوت بنفس الطريقة مثل بيوصلوا بقية الموتورات بكهرباء مرتبة بشبكة مرتبة إلى آخره. هيدا الشيء خلينا نقدر نأمن كهرباء بما أنه ما عم نعمل ربح، وبما أنه موتورات الكهرباء تقدمي ما بدنا نطلع حقهم، خلينا نقدم كهرباء للمواطنين 24 ساعة من ضوء الطرقات من ضوء الشوارع، وبنفس الوقت
رغم انه المصروف اعلى لانه عم نضوي الشوارع وعم نضوي 24 ساعة، ولكن بنفس الوقت العالم عم تدفع حوالي 30% اقل من ما عم يقبضوا اصحاب الموتورات بالضياع المجاورة. 8 مولدات كهرباء استقطبتها البلدية، وكل مولد عنده قدرة استيعاب بين 80 و 400 كافئة، وتم الاعتماد على نوعية كابلات موضوعة بكل منطقة من أجل تفادي قطع الأسلاك بأيام التلج. الكابلات اللي مدينا مغطين كل المنطقة. عندنا مثلا هذا الجنريتر، هذا الكبير بالسنتر تبع الضيعة، مغطي كل السوق التجاري والسكني بساحة دور شوير وحوالي دور شوير. هذا أكبر موتور موجود، 700 كافئة. عندنا 1500 مشترك بالصيفية، بخفوا بالشتوية لل 700 تقريبا. بناخذ نحن مثل ما قلنا كل شهر، ما عندنا بوست، ما عندنا سعر محدد، كل شهر حسب الدوران. يعني إذا عندك الموتور ما دار ما بناخذ ولا ليرة نحن من العالم، بس إذا دار قديش دار نحسب له لكل العالم مثل بعضها. إذا كانت ال 5 أمبير 100,000، ال 10 أمبير 200,000. مولدات الكهرباء اللي اعتمدتها بلدة دهور شوير لإضاءة منازل هالقرية والقرى المجاورة هي لكل الناس، بحسب ما قالنا رئيس البلدية الياس بوسع. عملنا لجنة بالضيعة وقلنا لهم انتو يا أهل الضيعة صرتوا بتملكوا هالمشروع، ما عاد لا ملكي ولا الأشخاص التانيين اللي كانوا معنا. عملنا لجنة لهاللجنة تشرف على المشروع وتكون هي لجنة من قبل أهل الضيعة، هن بيشوفوا قديش صرفوا مزود، قدين قطعت الكهرباء، بينعمل دراستهم، بيعملوا حساباتهم كم اشتراك عندهم، بيقسموا المصروف على عدد المشتركين، مشان هيك المشروع بيقدر يوفر مصاري على أصحاب الاشتراكات. بظل الأوضاع الاقتصادية المتردية عم تسعى بعض البلديات لمشاريع بديلة من أجل تأمين الكهرباء لمواطنينا، لقراها، لمنازلها، لبلداتها. يمكن في اعتماد سياسة النعامة بمكان ما، ولكن لأي متى المواطن بده يضل يدفع مرتين، فاتورة كهرباء وفاتورة موتور؟ يمكن الحكي ما عاد ينفع حول موضوع يثير الجدل منذ سنوات، ونحن بنعرف أنه مرتبط بصراعات وخلافات سياسية تمزق المجتمع اللبناني أفراداً وجماعات. اللبنانيين اعتادوا على العذاب بالصمت وكأنه صار جزء طبيعي لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وكأنه هالصمت عن العذاب هو سكوت على ممارسات السياسيين والمسؤولين، هو نوع من الرضا على أفعالهم والقناعة بعدم الجدوى بمحاسبتهم. أما عن المولدات المرتبطة أيضاً بالمحسوبيات فمنسأل فقط، لماذا تتراوح الأسعار بنفس البلدة بين مولد وآخر؟ لماذا يدفع المستهلك ضعف سعر ما يدفع مستهلك آخر بقرية مجاورة لقريته؟ لماذا لا تجبر كل البلديات على إجبار أصحاب المولدات بتطبيق سعر واحد موحد لكي لا يلحق الغبن أي من المستهلكين؟ المواطنين أينما كانوا داخل لبنان. أو يمكن تعودنا بلبنان أنه لا قانون واحد على الجميع، لا قرار واحد للجميع، لأنه بلبنان ناس بسمة وناس بسمة.